مش بس لمسة من حبيب، وفي لمستك إحساس غريب، مش بس لمسة من حبيب. دي حاجات بتسرق من الوجود حنيته، ومن الشجر والورد لونه ورقته، ومن نسيم ريحة هوا، ومش شفايف ألف ومش شفايف ألف قلت عنك طيف من الزمن الجميل، وما قالوا لي إنك بشر أنا قلت طبعا مستحيل. هم البشر ليهم عيون بتشق تحت حاجات ما تعملهاش بشر ولا حد نازل من القمر. دي حاجات ما تعملهاش بشر ولا حد نازل من القمر. دي حاجات بيسحبها القدر من نور عيني. ايوه روف اللي ميليجي ساعد. تعال روف فك يا ابني كلامش بسرعه. يا روح انت ناشف. تعال عشان ما تخبطش في حاجه. تعال انا جهزت لك ادوات الرسم، كراسه الرسم والالوان وسجايرك. يلا والبن بتاع سعادتك ده بعد اذنك يعني. حاضر داي بالظبط، ويجي لك احسن فنجان قهوه محوج من البن بتاعك. بتاع سعادتك بتاعنا انا ما عملنا ايه؟ سعادتك ده موسم بقى، لا كنتش هتدلع على حضرتك دلوقتي. تدلع امتى؟ لا عينيا. بن سعادتك بن اللي محدش بيدوم. حاضر كل اللي انت عايزه هيجي لك. والله والله الله اكبر الله اكبر والعزة بالله ما شاء الله عليك. بقول لك ايه؟ نعم يا باشا. انا عايزك تنجز لي المهمه دي بسرعه. هي فين المهمه؟ قاعده وراك اهي. ده جوا دكتوره؟ وبعدين رؤوف كلامك كده مش مريحني. انجز لي المهمه دي بسرعه واخلص. هي هتوصف لك، مش عايزك تتكلم معها ولا تفطرك بكلام. يا باشا انا اللي عايز اخلص، انا اللي عايز اخلص والله يا ابن سعادتك. ده انا حاسس لما اقصى لابس قفص حديد في وشي، انما عشان اعمل ايه بس؟ معلش. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا فندم. يلا.
الله يلا ايه يعني؟ يلا ايه؟ يلا الراجل جاهز. هو انت هتسيبني لوحدي؟ مش هسيبك ولا حاجه، ما انا قاعد معاكي في المكتب اهو. انا هقعد شويه مع فريد بيه نفحص بعض الملفات، وانت قومي يلا على ما تخلصي. اتفضل. يا حتاف ام السجن، فين البرايه؟ فين البرايه؟ فين البرايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يلا يا فنان ورينا شطارتك. طب يلا احنا بقى فريد بيه نشوف شغلنا. اه طب اتفضل يا فندم. مش هوصيك. رؤوف. اه يا باشا. عيط الياسمين يا لبان الفيتامان اشتكى والورد قال ده مين يا لالي قال العينك اوصف هو ابيض وعينيه واسعه شويه واسعه هش بقى هش 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 العنب قال افتحوا. لو سمحت حضرتك انا بتضايق جدا من التدخين، مش هينفع حضرتك تدخن. الف سلامة لحضرتك، وانا بعد اذن حضرتك ما اعرفش اشتغل الا لما ادخن، ده مزاج. هو حضرتك لو جايب اربع على مؤاخذة صناعية معجنوا لك الحيطة تقولهم ما تدخنوش، ازاي يعني؟ اسلمك شغل اي كلام؟ مش هينفع حضرتك تدخن، لان انا فعلا بتخنق وبتضايق جدا وانا كده اتلخبطت مش عارفة اقول لحضرتك بتتصرفي كده. وانا مش عايزة، انا مش عايزة رسم لو سمحت. وانا تحت امر سعادتك وكامل الاوصاف لما يجي انا ساعتها. انا الدخان بيتعبني لو سمحت، ما هو مش هينفع حضرتك انت ليه؟ خير يا دكتورة، بس في ايه؟ في حاجة يا دكتورة؟ لا لا مفيش. مفيش. طب يا فريد بيه نأجل الشغل شوية وأنا هقعد معاهم لغاية ما أخلص. لا حضرتك ما تقعدش، ما تقعدش، ما تقعدش، الموضوع مش مستاهل والله. ده كان في لمؤاخذة أخذ وعطا بيني وبين الدكتورة علشان أغامر من الشغل، بالظبط الشغل مش أي حاجة. طيب طالما أخذ وعطا نقعد معاكم ولا إيه؟ يا باشا بعد إذن حضرتك. انا عايز اسلمك شغل 100 100، وانا ما بعرفش اشتغل في الزحمه، وحضرتك عارف ده انت مربيني يعني كويس، وانا عايز اكبر لما اوصل رقبتك وهي كبيره طبعا قدام ساعه الباشا. يعني اسلمك شغل ازاي؟ اي كلام، هو مصمع كفته، انا اسف يعني. خلاص لا خلاص ولا حاجه. انا ما فيش حاجه يا فندم، اطمن انا كويسه، انا بس بتخنق شويه من التاخير. انت كويسه يا دكتور؟ كويسة يا فندم، حضرتك كويسة تمام، مفيش أي حاجة. طب خلاص متخافش، سيبهم براحتك. براحتك، اتفضل. خف التدخين شوية عشان الدكتورة. حاضر يا باشا. أوصف يعني دافية. حزينة. مربكة. فيها سواد الليل كله. ولمعة الفجر البعيد.
بعيد قوي. شوف وشه ابيض طاهر مخلوط بالدم، مرحب بوجع الوحده وضغط السماء. زي الجبل عريان في وسط الصحراء بس موجود، موجود في كل مكان، كل مكان. عندك عبارة؟ عندي، عندي عبارة. ساعته في ايدي، كاربو دافينشي، دافينشي، دافينشي. عايش يا دكتورة. أيوة. إيه الأخبار؟ لا مش معقول كده، بص مش معقول، مش راسم حاجة من اللي أنا قلتها خالص. ده إيه ده؟ مش نافع خالص. يا فندم حضرتك اللي عمالة تقولي أنا آسف يا باشا، يعني حضرتك يعني أنا بقول لحضرتك عيني ضيقة أسمراني ومناخيره مفلطحة ودانه كبيرة طويلة كده زي الأرنب. بس 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 بس
حضرتك اختصري وقولي غوريلا. راجع انت ما تتكلم كويس. والله انا مش قصدي، انا مش قصدي اصلا يعني انت تخرس خالص. طب اتكلم. حاضر فهمت خالص. تقعد ساكت وتشتغل وانت ساكت، انت سامع؟ طب اتكلم بس كلمة، لو انا بتكلم كلمة صريحة وان شاء الله حتى الواحد يروح فيها بعد كده. انا ملاحظ ان حضرتك ليك مقام كبير قوي عند سعادة الباشا وصاحب حظوة كبيرة، وعشان كده انا بستأذن حضرتك، المزاج ده كله باظ علشان انا اتوعدت لمؤاخذة يا باشا بالبن المخصوص بتاع الباشا اللي ما بيطلعش لا لينا ولا سعادتك حتى لمؤاخذة. معلش موسم يا باشا، يعني اتبخدت امتى؟ حاضر هيجي لك فنجان الهباب حالا. ربنا يخليك يا باشا. اتفضل اقعد اشتغل. انا اسفين يا حبيبي. اتفضل ارتاحي. اسفين جدا. هو بس خلص الشغل وانا هربهولك. لا حضرتك لا، يعني مفيش داعي للتربيه والكلام ده. وانا كمان متوتره بصراحه، كل ما بسمع حكايه وافتكر حكاية الحادثة دي ألف سلامة بتوتر جدا وبتخض ألف سلامة وبعيط. طبعا اتفضلي حضرتك استريحي. اتفضلي. خلاص يا دفندم، خلاص يا زفت، اقعد. يا بنتي هماتي بقى خيلتيني. والنبي يا ماما سيبيني في حالي وخليكي في قهوتك. وبعدين يا ابني ما توطي الزفت ده، مش ممكن كده. خلاص يا ماما رايحك خالص واسمع لوحدي. يا بنتي الواد ذنبه ايه في الجنان اللي انت عاملاه ده؟ ما انا لازم اتجنن يا ماما. 7 ساعات لحد دلوقتي لا حس ولا خبر، وهي نازله مع صفوت بين الساعه 8 الصبح. صوره ايه اللي بتترسم كل الوقت ده؟ يا حبيبتي يمكن السجن اللي راحوه بعيد شويه. يا ريته سجن يا ماما، كنت ابقى مطمنه وعارفه هي فين. لكن ده معتقل، عارفه يعني ايه معتقل؟ محدش يعرف مكان غيرهم. وبعدين دي نازله لابسه لبس عجيب كده. انت شاكه في ايه بالظبط يا بنتي؟ مش عارفه، مش عارفه يا ماما، مش عارفه. يعني ايه مش عارفه؟ انت مش بتقولي ان انت واثقه في اللواء اللي هي معاه والضابط يوسف؟ المصيبه ان يوسف ما بيردش ومعرفش اختفى راح فين. لا ما انت لازم تقولي اللي في دماغه. مصيبه لا يكونوا ضحكوا عليكي وخدوا البنت خطفوها في المعتقل ده. بس يا ماما، بس يا ماما، انا مش ناقصه وسواس. انا كل ما افتكر كارما وهي نازله وقلبها مقبوض بحس ان دماغي هتشت. يا لهوي، هي كانت خايفه وقلبها مقبوض؟ يبقى حصل يا داليا. مش ممكن، مش ممكن يا ماما. مش ممكن ليه يا بنتي؟ انت مش بتقولي ان الضباط الداخليه كلهم مش طايقينها؟ لا يا ماما لا، الا يوسف. يوسف مستحيل يخدعني. يا نهار اسود، ده كده بخدت اكبر مقلب في حياتي. يوسف انت فين يا يوسف؟ حرام عليك. جول جول في الماتش يا ماما، جاب الكاس في اخر دقيقه. برافو، هو ده، هو ده بالملي. يا أخيراً. هو ده، هو ده بالظبط اللي اتهجم عليا وسرقني. مش معقول، ده أكنه متصور مش مرسوم. أنت متأكدة إن هو ده؟ أيوه. أستأذنك سعادة اللواء. اتفضل. تمام. قلت لسعادتك عاوز أطول رقبتك. لا بجد حضرتك عبقري، تسلم إيدك يا أستاذ. حضرتك قلت لي اسمك إيه؟ خروف. أفندم؟ رؤوف. رؤوف المليج يا دكتور. أيوه هو ده. معلش انا صيبالي كتير مش فاكر، ناسي. مش فاكر؟ خلاص يا رؤوف. انت فعلا عملت حاجه هايله وانقذتني انا وبنتي كمان. ويا سيدي ده مجهود مشكور وليك عندي مكافاه كبيره جدا. يا ابني بعد اذنك يا فندم، بجد يعني لو كان هو خدم حضرتك فجميله ليا كبيره قوي مش ممكن انساها. بجد يا أستاذ رؤوف، أنا مش لاقية كلام يعبر عن قيمتك وعبقريتك، ومش ممكن هنسى جميلك ده ليا أبدا. إن شاء الله هيجي يوم أرد لك ولو جزء منه. إذا كنت أنت ناسي كل حاجة، أنا عمري ما هنساك أبدا. السلام عليكم. أهلا السلام ورحمة الله وبركاته.
عايش. حي. مش هسيبك يا دافيتش. لو هخسر الدنيا كلها عمري ما هسيبك. ازاي؟ ازاي يا رب؟ ازاي يا رب؟ أرجوك فهمني. ازاي الحلم يتحول لحقيقة ويتجسد قدامي في غمضة عيني؟ ازاي تجيبها لي وتحط عينيها في عينيها في مكتب فريد طيبة وهو ما يعرفهاش؟ وازاي يقول عليها دكتورة وهي محامية؟ وازاي حسيتي بيا؟ ازاي عرفتيني؟ عرفتي شكلي ونظرة عينيا؟ ولا عمري ما شفتك ولا شفتيني. ازاي؟ انا هجنن. ازاي حد يفهم؟ ازاي؟ دافينشي انت رحت فين يا دافينشي؟ لا لا يا سعد، لا 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 لا، انا صاحي ومركز. انا ما كنتش بحلم. لا انا صاحي اهو والورقه معايا. ثلاثة بالله العظيم يا سعد، لو قلت لي ان انا كنت نايم وانك جاي تصحيني دلوقتي لموتك واموت نفسي وراك. يا فندم بعد اذن حضرتك، يعني لو حاضر. دكتوراه في الصحة النفسية وتقويم السلوك، وبتشتغلي في مركز علاج الادمان، وبتاخدي 754 جنيه و 35 قرش سعادتك. ومفيش معاش للمرحوم ولا رصيد في البنك ولا اي حاجه خالص. يعني بالبلدي كده مش لاقي تاكلي؟ ده باكل، باكل ساعتك بس خفيف يعني عشان الدايت. يعني دايت حلو قوي. تقدري بقى تقولي لي ايه المعجزه اللي نزلت عليكي من السماء وحدفت عليكي 50,000 جنيه تمن بيت فتوح الشامي وبعقود مسجله؟ يا فندم، يا فندم دي مسائل شخصيه يعني. لا يا هانم، دي مسائل أمنية وهتجاوبي عليها غصب عنك. أمنية؟ أمنية إزاي سعادتك يعني؟ زي ما بقولك كده، أنت جيتي هنا على الحميد المجيد ما بقالكيش شهرين، فجأة كده وبقدرة قادر بقيتي صاحبة ملك ومعاكي فلوس. يبقى أنا كده ما عنديش غير تفسير واحد، إنك اشتغلتي في عصابة هارون الأعرج في النصب والاحتيال واللازم منه. يا نهار أسود، يا نهار أسود يا فندم. أنا أشتغل في 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 النصب ولازم منه؟ يا فندم، يا فندم أنا ست محترمة، أنا دكتوراه في علم النفس. صح؟ على نفسك يا دكتورة، على نفسك، مش على المباحث والتحريات وكل الكلام ده. تحريات إيه يا فندم؟ تحريات إيه اللي تقول عليا؟ ده منظر واحدة نصابة ولازم منه يا فندم؟ أشيك وأنضف منك وشيوخ منصر، دي التحريات اللي عندي. إلا إذا قلتي لي مصدر الفلوس اللي جات لك دي منين؟ يا فندم فاعل خير، فاعل خير وحلف عليا والله ما اقولش اسمه. فاعل خير؟ لا انا كده ما اقدرش اضيع الثواب. والله يا فندم، والله يا فندم، انا من اول ما شفت حضرتك وانا قلت ان حضرتك طيب وابن ناس، والله من اول ما شفت حضرتك والله. طب ايه رايك بقى دكتوره تعملي انت كمان خير فينا وتساعدينا كده؟ يا ريت، يا ريت يا فندم، بس انا ما عنديش فلوس. لا لا لا، فلوس ايه؟ مش مسألة فلوس خالص، خدمة صغيرة، خدمة مجانية كده للحكومة. هارون الأعرج أنا عارف إنه عينه منك، هتسيريه وتلطفيه وتجيبي لي كل اللي في دماغه. أنا عايزة المحامية بتاعتي. نعم يا أختي. ايوه يا فندم، انا عايزه المحاميه بتاعتي، والمحاميه بتاعتي مش اي حد، المحاميه بتاعتي استاذه كارما سليم عبد القادر. كارما سليم؟
انت تعرفي كارما سليم؟ ايوه فندم. حتى انا بص رقمها. بص سعادتك انا لسه مكلمها النهارده الصبح، وكنت بشتكي لها يعني من القلق اللي حواليا في الهزمه المنيله دي، وقالت لي ما تقلقيش يا فاطمه، انا في وزاره الداخليه مع سعاده اللي هو الرائد يوسف الراوي يا فندم. يوسف الراوي؟ ايوه فندم، ايوه اهو رقمه، اهو حتى وداني رقمه وقال لي كلميني لو في حاجه. على فكره انا مسنوده جدا يا فندم، اه جدا، بس انا ما رضيتش اتكلم يعني كده. الله 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 الله، تحلوت قوي. يوسف الراوي قاعد مع كارما سليم في ديوان عام وزاره الداخليه، وانا هنا قاعد في عزبه القرود. اهدي يا كارما، اهدي واتكلمي بالراحه عشان اقدر افهم منك حاجه. مش قادره يا داليا، مش قادره امسك نفسي. انا بقالي 6 ساعات ماسكه نفسي، ومن ساعة ما سبت صفوة بيه وانا عمالة الف بالعربية مش عارفة اهدى. عايزة اصرخ، اصوت، ازعق علو، احس في وش كل الناس واقول لقيته يا داليا، انا لقيت دافنشي. يعني ايه؟ مش فاهمة حاجة. طب ده خبر عظيم، معنى كده ان هما رسموا الاوصاف اللي انتي قلتيها بالظبط المرة دي. يا بنتي انتي ما تفهميش، بقولك لقيت دافنشي، شفته بعينيا الاتنين، وقفت معاه ولمسته واتكلمت معاه. اتكلمتي معاه؟ مش ممكن. والله اي حد هيقولي اوهام ولا تهيؤات هخزق عينين الاتنين. ايه ده؟ ايه ده يا ماما؟ مين اللي بيخبط كده؟ مش عارفه، مصيبه ليكون الظابط النيله ده تاني. طب هفتح انا. يا رب استر يا رب، انا مش هعمل كفارس يا رب. مين؟ افتحها شاطره، ما تخافيش، انا زبونه. زبونه؟ طب زبون المحل يا ماما، اخيرا حد بقى هيأجر المحل وناخد الفلوس. ايه ده؟ فين امك يا بنت؟ انا مامتها. مين حضرتك؟ مين حضرتي؟ بقالك شهرين في الحته وما تعرفيش مين حضرتي؟ لا انا كده مش مسيطره. لا انا والله ما اعرف. مشرحه نرجس مشرحه. لا انا سمعت عن حضرتك كتير والله، بس ما حصلليش الشرف. احنا لسه هنرغي في الهايش، انجزي يا ولية ورانا شغل. انجز في ايه حضرتك؟ اتصلتي في نظرك ولا سايقه الهبل؟ طب ليه بس؟ دكتوره وشايفه دماغي بتشلب دم، هتنجزي ايه بسلامتك؟ خدي لي الغرزتين بسرعه وخليني اغور من هنا. ايوه انا فهمت كده، هو شكله حصل سوء فهم بسيط يعني، انا مش دكتوره جراحه وبشريه يعني. امال دكتوره بهايم؟ لا برضو انا دكتوره في علم النفس والسلوك. سلوك؟ سيادتك دكتورة سلوك؟ وبتسلكي ايه بقى حلو؟ بلعت البلدية. طب اقول انت بس يا رب. لا انت ما تقوليش يا امور، انت ما تقوليش خالص، طالما سايقة العوق وكهن النسوان يبقى نخاف اللي يتكلم ويقولك من هنا نلبس مشرحة. يا نهار اسود، يا نهار اسود، يا نهار اسود. اللي جابك هنا يا عم صلاح؟ اللي جابني هنا؟ اللي جابني هنا عمايلك السودة يا مشرحة. واحدة غريبة وملهاش حد واندفست في وسطينا، نهجم عليها ونقطعها كده؟ الضيف يعمل واجب يا عم صلاح، مش يسوق العقل ويعمل من بانها؟ شايفة دماغي بتشلب دم وطلعنا بتاعت سلوك. دي مش دكتورة جراحة يا بقرة، دي دكتورة نفسية. ايوه عم صلاح، انا قلتها كده والله بس ما صدقتنيش. طب انا اعمل ايه يعني يا عمو؟ يعني اروح اخاطر فرخ في الاستباليه والحكومه بتنقش عليا في كل مصيبه؟ بص يا اختي، اشتري مني المصلحه دي وما تحمليش هم، انا هكلم لك الممرضه رباب وتيجي تخيطك في البيت. لا خليك انت يا نوجة، انا هروح معاها الرباب. يلا انجري قدامي يا بقره. ماشي يا عم الناس، لا مؤاخذه مدام سلوك. متشكرة قوي يا عم صلاح. انت كمان اغبى منها، حد يجي يسكن في الغابة دي ويشتري بيت ودكان كمان؟ انا اصلي. لا اصلك ولا فصلك، انا مش فضيلك. ناس تتغابى وبعدين ترجع تعيط، جت كل قرف. معلش، اشتري مني هو راجل زربون وخلقه ضيق، بس راجل طيب قوي وابن حلال. اول ما قلت له ان البت مشرحة طلعت لك مسك ايدي وجي جري على هنا، اصل هو الوحيد في المنطقه اللي يقدر يسيطر على البت مشرحه. نوجا انا عايزه ترمادول ابوس ايدك. ترمادول؟
خدي سنة الأفلام دي وحطيها تحت السين. لا متشكرة أوي. شكرا شكرا متشكرة أوي. خلاص حطها هنا. يا رب استر يا رب استر يا رب حبيبتي يا بنتي. خد يا فلحة زيح القرص ده عقبال ما اجيب العدة من جوه. يا دي النيلة على الترامادول والزفت، يعني ما تعرفيش تخيطي الجرح من غير الهباب ده يا رباب؟ والنبي خليك في حالك انت يا عم صلاح، مش ناقصة. عندك حق يا بنتي، انت صح، انا كان مالي ومال المشوار الاسود بتاعكو ده. ما كنت في حلالي. تلاقي المزة حليت في عينيك، قلت تروح توجب معاها بقى وتحوش عنها. عينيا حليت في عينيا، جاتك القرف في ملفظك وفي غبائك. مؤاخذة عم صلاح، ما قصدتش والله، هو تلاقيك، انا اقصد يعني تلاقيك سمعت انها حتة وكده قلت اما تروح تدوس. صح، سمعت ان الزمن عملها تاني وغدر بانسان بريء مقهور حذفته من ارض البني ادمين لنار جهنم. فكرتني بالوجع اللي عشته زمان. يا نبي عم صلاح الله يراضيك يا رب، انا لا بفهم لاخوتك ولا فاهمه اصلا انت بتقول ايه. عايز ايه يا نيلة انت كمان؟ اصلها نقصاك. ابا فاطمة حاسة شهيتي عقوية اوي. كلها ده ولع وبقى الطقطق ايه؟ يا خبر اسود، انتوا عرفتوا الهانم طريق الترامادول؟ ويقول لك انسان بريء، والله ما بريء الا انت يا عم صلاح جميل. عليه العوض ومنه. خد يا زفت اهو. عليه العوض ومنه. اللي قولي يا واد، هي صحيح دكتوره بحق وحقيقي ولا مرشده من الحكومه؟ ده الدواء حقيقي، ده الدواء. محدش هيلحقني غيرك يا كرم. انا عارفه ان انا غلطت وقلت اسمك للضابط النيله ده، بس اعمل ايه وانتي موصياني ما اقولش اسمك لحد؟ بس اعمل ايه؟ اعمل ايه يا كرم؟ انا مش لاقيه حد غيرك ينجدني حتى وانتي بعيده. رقم المبيوت مغلق او مش متاح، اضغط رقم واحد. لا 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 يا كرم بقى، حرام عليكي حرام عليكي. رحتي فين بقى؟ رحتي فين؟ طمني يا ماما، كارما كويسه ولسه مكلماني وعرفت مكانها. يعني هي كويسه يا داليا؟ الحمد لله كويسه وزي الفل. هي فين؟ في المكان المقدس بتاعها، بتكلمني وهي طايره من الفرح. على فكره بنت اخوكي دي مجنونه 100%. انا مش مجنونه يا داليا، مش مجنونه. هتفضحينا. لا بقى، انا عايزه افضحك وعايزه كل الناس تسمعني، وعايزه مخلوق في الدنيا دي يقول عليا ان انا عندي حاله نفسيه وبشوف اوهام. لا يا ستي، انت اعقل واحده في الدنيا، قولي لي بقى وفهميني طلعتي روحي. ما تقوليها داليا، قوليها ارجوكي، عايزه فيش غلي بقى. اقول ايه بس؟ قولي ان مفيش حاجه في الدنيا دي اسمها دافينشي. هو ده اللي هيريحك؟ طب يا ستي، انت مجنونه وستين مجنونه ومفيش حاجه اسمها دافينشي. دافينشي اهو. هو ده عفريت دافنشي؟ هو بنفسه اللي رسم الصورة دي. هو اللي رسمها؟ يعني ايه؟ يعني الإرهاب اللي أنا روحت له بالمعتقل عشان يرسم لي صورة دافنشي طلع هو نفسه دافنشي. مستحيل. بالظبط يا داليا، مستحيل. بس أنا بقى شفت المستحيل، شفت عين المستحيل، شفت قلب المستحيل، كلمته وسمعته ولمست إيده. مش كده وبس، ده طلع هو كمان اللي رسم لي اللوحه بتاعت عدنان المزيف. كارما انت بتقولي ايه؟ بقول لك الحقيقه يا داليا، بقول لك المعجزه اللي حصلت لي، اللي انا نفسي لو قريتها في الف ليله وليله هعمل زي كده واقول مستحيل. كارما يا حبيبتي، انت كنت بتشوفي ملامح دافينشي ده في وشوش الناس كلها، وهو عباره عن لوحه سوداء قدامك. متاكده انك هتقولي لي كده، عشان كده صورت الصور. صور ايه؟ بصي دي الساعة، شايفاها؟
الساعة دي هو كان لابسها في ايده، نفس الساعة اللي كانت في ايدي في لوحة عدنان، مظبوط؟ هي تشبه لها بالظبط. شبهها ايه يا بنتي؟ هي نفسها الساعة. طب ودي؟ بصي الإمضة دي مكتوب ايه؟ دافنشي. ده خطي؟ لا مش خطك. كل الأدلة دي علشانك وعلشان اللي زيك، لكن أنا بقى محتاجتش ولا دليل ولا لحظة. عرفته من أول ما عينيا شافته، سكتنا في وقت واحد وتأكدنا في وقت واحد وفي نص دقيقة بقينا جسم واحد. والله يا دليل، والله أنا قعدت أتكلم وطلع اللي في قلبي، وهو رسم نفسه في الورق من غير ما يبص فيه. كارما انت وريتي الصور دي لصفوت بيه؟ طبعا لا، انا خبيتها وخليت دافينشي يرسم صوره تانية مزيفه علشان نوصل انا وانتي ونعرف ايه حكايه رؤوف المليجي. الحمد لله، الحمد لله ان ربنا ستر. ربنا ستر يعني ايه؟ عشان لو صفوت بيه كان شاف الصور دي كان خدك من ايدك ورجعك المصحه. معقوله يا داليا؟ معقوله انت بعد كل ده بتشكي؟ ايوه، عشان الصوره دي لا صوره دافينشي ولا نيله ولا رؤوف، الصوره دي صوره حسن ابو شامه. حسن أبو شامة؟ مين حسن أبو شامة؟